أنا مالي خلق أصور، بس هلا فتحت الطقم هذا من ترنديول. يعني والله العظيم جايبة واحد من أويشو، أخذته يمكن 500 وإشي، ب600. هذا يمكن حقه 70 درهم 60 درهم، ما بعرف. بيجي قماشته زي اللينن. هلا هو شوي شفاف من هون، بتلبس تحته أي شيء، بس شوفوا ما أحلاه، شوفوا بجنن. مريح مريح مريح، أخذته بسعر لا يذكر من ترنديول. عندي واحد شبهه كنت مصورته مرة، كنت جبته من أويشو زمان، 500 وإيش الطقم. هذا بمية، شو بمية، هو بمية قبل السيل، بعد السيل 50 60، ما بعرف قد سعره، هلا بشوف لكم إياه وأحط لكم لينكه إذا كان موجود. شوفوا ما أحلى الطقم مع الشوز من ترنديول. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.